أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا ماريكي. توقعات برج القوس ليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 15 آب 15/8/2023. هتواجه بعض الضغط في الشغل النفسي، هتحتاج أنك تسترخي من خلال أنك تستمع للموسيقى، لأن ده هيساعدك كتير في أنك تتغلب على مشاكلك. هتبتعد عن الجدل وهتحاول تحافظ على نهج ودي اكتر. بالنسبة ليك مهنيا، هتحتاج انك تركز اكتر اثناء ما تبقى بتتعامل مع شغلك بشكل فعال، ده مطلوب منك وهتعرف ترتكب اخطاء. بالنسبة ليك عاطفيا، ممكن تكون انت عندك روح دعابة اكتر اثناء ما بتتواصل مع شريك حياتك، ممكن تنغمس في محادثات غريبة تبقى مش بتمهد ليك الطريق عشان تستمتع بعلاقة صحية. بالنسبة لك ماليا، خسارة المال ممكنة جدا في اليوم ده، خليك حذر جدا مع الأموال الموجودة عندك وفي متناول ايدك، ما تفرطش في انفاقك. بالنسبة لك صحيا، في فرصة يحصل لك ألم في الساق، هيبقى ده بسبب قلة النوم، هتنخرط في الصلاة وهتمارس تأمل كبير جدا. بالنسبة لحركة الكواكب، هيشكل زحل شبه مربع مع كيرون في وقت مبكر. خلال العبور الصغير المليان بالتحدي طويل المدى، هتبقى فيه شوية مخاوف من عدم الكفاءة والفعالية بما فيه الكفاية عشان توفي بمسؤولياتك. هتلاقي صعوبة في انك تمشي في طريق فريد مرة اخرى بسبب المخاوف اللي عندك وعدم الامان. في رغبة في انك تخرج من الوضع اللي انت فيه بشكل قوي لكن مؤقت، ممكن ما تمتلكش الثقة اللازمة عشان تقوم بكل ده. مربع للشمس مع أورانوس هيزعزع استقرارنا في بعض أجزاء حياتنا، هيسلط الضوء على مناطق المشاكل الموجودة. عندك تغيرات كتيرة بنجريها هتبقى غير طبيعية مفاجأة، من المحتمل أنك تكون عندك إجراءات وخطط معطلة كتير على الرغم من أنها ممكن تبقى مقلقة في البداية، إلا أنها ممكن تبقى بتحفزنا علشان نتبنى أساليب جديدة. هنضع كل ده في اعتبارنا، رغبتنا قوية جدا عشان نستقل، وهتبقى فيه كسر للقواعد، ممكن تبقى بتضعف حكمتنا شوية بس هنعرف نستثمر فيها أكتر في الفترة الجاية. النهاردة هيبقى فيه شوية حذر، فيه حكمة من التغيرات اللي بتبقى لازمة لينا، في حذر واتخاذ القرارات قوي جدا هيؤدي لاضطرابات والإحباطات مدفونة جدا ممكن نفحصها عن كسب في الفترة الجاية. ممكن بالتأكيد انه يكون الوقت مناسب عشان نتعلم حاجة جديدة عن نفسنا. هيقيم القمر في برج الأسد طول اليوم وعنده ثقة وإيجابية، ونظر لظهور القمر الجديد صباح الغد اللي بيعتبر لافت جدا، هيبقى أفضل وقت عشان نتأمل ونربط الأطراف السايبة بدل المبادرات الجديدة.